هللويا هللويا. مين بيشفي هنا؟ مين اللي بيحرر هنا؟ كم حد يحرر في حي الرب؟ بس حي تنهي تنهي تنهي. ايوه تدخل ساعة تنهي لما ربنا فكك النهارده. فين الايمان لوط؟ فين الايمان؟ تعالي. فين ام شوي سعيد؟ نزل ابو عنان. فين انت مش كاتب ورا؟ خد بالك. أشكر الرب يسوع إنه أنا اتشفيت مع كان عندي المضروب الغضروف محمد على رجليا، ما كنتش أقدر ألف ولا أقعد ولا أخد 6 أيام متعذب. جيت 5 مرات هنا عند الكسيس أعطاني إعلان إنك مضروب، وقال لي هاتي لي جيت اختبار وربنا اتمثل معايا واتشفيت. أنا ما كنتش أقدر ألف كده، كنت أحمل على رجليا أحمل كده أمشي كده على رجليا. الوقت اللي بمشي واقعد واروح واقعد واتنطط وكل حاجه. وهي 12 سنه كسر سدايا المخدرات وفيه. انا بطلت من كل حاجه، اتضربت كمان من كل حاجه. يا اخوه ربنا بيشفي الروح والنفس والجسد. كان عنده الغضروف ما كانش بيتحرك، انا شفته حالته صعبه. بص بيتحرك طبيعي، ما كانش يقدر مسندينه كمان، لكن بص بيتحرك طبيعي. شوف الكمام من المضروب وبيعمل تمرين. عايز احيي الرب تحيه كبيره واديله كل المجد. بس كمان مش شكله الجسد ده، كان بيشرب زي ما سمعت مخدرات افيون. بطل كل الامور دي وانت عطيت قلبك للمسيح واصبح خليقه جديده. وده صليت بالقلب وامتلى بالروح القدس وبيتكلم بألسنة وهيخدم الرب كمان. مين يغير بتوع المخدرات هنا؟ مين يغير بتاع الافيون هنا؟ مين يشفي في الكنيسه الرسوليه في مصحه هنا بتغير الناس؟ عايز احيي المغير العظيم. اسمه مين المغير ده؟ اسمع، بيقول انا ايمان لطفي. انت منين؟ من طبع. بتقول بشكر الرب يسوع المسيح والجسيس رفعه. انا قعدت فتره طويله ما عنديش اطفال، وجوزي كان عامل عمليه وماشي بالعلاج بسبب الموضوع ده. وجينا للجسيس رفعه صلى معانا وقال تعالوا يوم الاحد اللي جاي صايمين، وصلى معانا وقال لنا ما تاخدوش علاج تاني. وبالفعل بطلنا العلاج وما خدناش العلاج ولا برشام. وبعديها عملت تحاليل وطلع في حمل، والرب اداني نصر ميركل، اداني ميركل، وانا جايبه ميركل وجايه اشهد بيها وبشكر الرب يسوع المسيح والرب اتمكن معاها. انا متاكد النهارده العاقل هتتلمم وتفرح. حد يقول امين؟ وربنا هينهي المزايا والسوداء. فين ام شوي؟ تعالي. تنام. نزلت ابو عنان. نزلت ابو عنان. طيب بتقول ابني كان مسافر وقعد 5 شهور في المخزن في ليبيا، واسمه بتقول نزلت عليه جنقه يوم 22 يوم. وبعد كده بنكون جينا الكنيسه هنا وصلينا مع ابونا رفعت والرب اتمجد. دلوقتي ابني وصل بالسلامه وشفي كمان من الجنطه والرب وصل فيه. مين اللي بيشفي هنا؟ مين اللي بيشفي هنا؟ مين اللي بيعمل معجزات؟ مين بيحرر الناس من السجاير والاحجبه؟ مين يعرف يحييه تحيه كبيره ويديله كل الناس؟ هللويا. هو بعد ما جاي ابونا ده كله اداني ربنا ميركا اللي هي مع ابوها دي، لكن بعد كده دينا شفنا بالمعجزه راح قال لها يديكم وراها ولد، فطلعت حامل وهو ده مارك معايا. حد يقول هللويا.
حد يقولها نفرح النهارده؟ حد يفك ايده ويفك لسانه كده ويحييه تحيه كده يسوع. هللويا 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 يسوع. هللوي
لكن ان حد يجيب لك ده الموضوع ده اتلغى
عندنا خالص، احنا مش في مصالح حكوميه. هتقدر تنتصر امين، مش هتقدر، خد بطاقتك روح تعالى يوم الاحد الجاي. الصلاه هنا في الكنيسه مش بفلوس، بنصلي مجاني، ما بنصليش بفلوس ولا الختام اللي بنرسمه بيها بفلوس ولا اي حد. الصلاه مجاني لان الكتاب بيقول مجانا اخذته مجانا. لو انت عايز تدفع تبرع للكنيسه، يا اما تدفع لمين الصندوق وتاخد وقت وصف مختوم بخدمة الكنيسة، يا إما بتدفع ليا فوق وتاخد وصف مختوم بخدمة الكنيسة بالمبلغ اللي دفعته. عايز تدفع تبرع، الكنيسة بتقبل تبرعات لأنها بتبني الحتة اللي ورا عشان توسع المكان. غير كده إحنا مش بناخد فلوس، لأن الصلاة مجانية. أنت هتدفع تبرع، هتدفعه للمكان وللكنيسة.